رح نحكي عن ما يعرف بالنخر اللاوعائي أو ما يطلق عليه بالنخر العظمي، والذي قد يصاب به المريض نتيجة أدوية محددة. المشكلة بأنه هذا المرض ما بيرتبط بعمر محدد. طبعا سلمى، اليوم ضمن فقرتنا الطبية يعني اليوم مرض غريب شوية من نوعه، وممكن أكيد سببه تناول بعض الأدوية اللي ممكن تسبب هذا المرض النخر اللاوعائي. شو هي الأسباب الواضحة للإصابة بهذا المرض، وأيضا طرق العلاج وطرق التشخيص وأيضا طرق الوقاية إذا أمكن ممكن نوقي حالنا من هذا المرض؟ كل هاي التفاصيل والاستفسارات رح يجاوبنا عليها اليوم الدكتور خالد نمورة، وهو استشاري بجراحة العظام والمفاصل وأيضا عضو مجلس البورد السوري للجراحة العظمية. صباح الخير دكتور، وأهلا وسهلا فيك. صباح الخير المشاهدين. أهلا وسهلا فيك دكتورين. يعني موضوع جديد شوي هيك أول مرة نحكي عنه، خلينا نتعرف أكثر شو المقصود بالنخر اللاوعائي أو ما يعرف بالنخر العظمي تحديدا. هلا النخرة اللاوعائية اللي هي بنسميها نحن النخرة العظمية بتصيب العظام، هي عبارة عن مرض مترقي غالبا بصيب الأشخاص بين عمر 30 ل 50 سنة، بمر بمراحل متعددة بسبب اضطراب التروية، التدفق الدموي داخل العظم، أو بسبب سمية خلوية تأثر فيها الخلايا العظمية، أو بسبب أن نحن عندنا الخلايا الجذعية الميزانشيمية بصير فيها ضعف بالتمايز، فهي الحالة بتؤدي إلى تموت العظم. يعني النخرة العظمية بنسميها نحن العظم الميت أو تموت العظم. طبعا بتصيب الذكور أكثر من الإناث، خاصة مفصل الورد، مفصل الركبة بتنصاب الإناث أكثر من الذكور. أو هي النخرة العظمية بتصيب منطقة المفاصل، أكثر المفاصل شيوعا بالإصابة هو مفصل الورك، رأس الفخذ، ممكن الركبة، ممكن الكتف، ممكن المعصم، بنسميه بالعظم الهلالي اللي هو داء كيمبو، العظم المنتصف الرسغ، أو ممكن بالقدم اللي هو عند الأطفال بين عمر 5 سنوات ل7 سنوات بنسميه داء كوهلر، بصيب نخرة عظمية بالعظم الزورقي، أو أحيانا بصير برأس المشط بالقدم نتيجة إجهادات معددة بنسميها داء فرايبورغ، اللي هو نمط من أنماط النخرة العظمية أو الاحتشاءات العظمية. هلأ أحيانا المرضى اللي بصير عنده نخرة عظمية ممكن ينصاب أكثر من مفصل، ممكن مفصلين أو ثلاثة. 3% من اللي عندهم إصابة بالنخرة العظمية بنشوف إنه ممكن ينصاب أكثر من مفاصل، ممكن الورك مع الركبة، ممكن الورك مع الكتف، ممكن ورك كتف ركبة. هلأ النخرة العظمية نتيجة التطور تبعها بتوصل لمرحلة إنه سطح المفصل بينهدم، تطابق المفصل بينتزع، بيأهل لانهيار المفصل والتهاب المفصل التنكسي. هي بشكل عام النخرة العظمية. دكتور ذكرنا انه سبب هذا المرض ممكن يكون تناول بعض ادوية محددة بتسبب هذا المرض، اليوم في اسباب ثانية بتسبب النخر اللاوعائي غير تناول الادوية؟ طبعا. هلا النخرة الجافية او النخرة العظمية او النخرة اللاوعائية من اسبابها في شيء عندنا اسمه النخرة العظمية مجهولة السبب. ما في سبب، وهي شائعة وممكن تكون ثانوية لسبب محدد، إما هذا السبب بيكون مباشر أو غير مباشر نتيجة اضطراب التروية الدموية بأدوية محددة، سواء كورتيزون أو سواء الكحول أو التدخين بيلعب دور بالنسبة لهالنقطة هاي، أو نتيجة حدث ردي سواء كسر أو خلع أو رد متكرر على منطقة المفصل أو منطقة العظم اللي ممكن ينصاب بهالطريقة هاي، أو إذا عندنا نحن أذية انسدادية بالشرايين اللي داخل العظم أو الأوعية الدقيقة اللي داخل العظم، سواء في عندنا اضطرابات بالتخثر أو صمة شحمية أو صمة هوائية، أو إذا عندنا المريض عند الأطفال اللي عندهم داء الخلايا المنجلية، الخلايا الحمراء اللي بتكون بشكل المنجل، هي بتسدلي الأوعية، أو مثل ما حكينا إذا في عندنا أذية سمية نتيجة تشعيع، المرضى اللي بيتعرضوا لتعرض لتشعيع معين نتيجة إصابات بأمراض محددة ممكن إنه يساوي هالنقطة هي. هلا في عندنا أمراض الذئبة الحمامية بتساوي نخرة عظمية بالمفاصل، يلي عنده إصابات بالكلية
خاصة قصور الكلية المزمنة اللي عنده ارتفاع بشحوم الدم أو الكوليسترول، كمان من العوامل المؤهبة للنخرة العظمية. أحيانا بعض الفيروسات بتساوي لنا نخرة عظمية، الحصبة عند الأطفال أو الحصبة الألمانية أو الحماق أو الإيدز أو فيروس نقص الخلايا، نقص المناعة البشرية، أو الفيروس المضخم للخلايا اللي بيساوي عنا التهابات بالبلغم. السرطانات ممكن يكون لها دور؟ هلا السرطانات هي من العوامل الخطورة، خاصة بيضاد الدم النقوي أو اللمفاوي، هو تعتبر من العوامل الخطورة اللي ممكن تساوي لي نخرجها. بالإضافة إنه الأمراض اللي بتساوي لي استبدال للنقي العظمي بخلايا شحمية اللي معروفة بداء جوشر، تتراكم الخلايا الشحمية، يستبدل نقي العظم والعظم بخلايا شحمية. هي تقريبا الأسباب اللي ممكن تساوي لنا. طيب دكتور، تحدثت عن كثير يعني خليني أقول تفاصيل مهمة، ولكن أعراض هذا المرض بشكل عام كيف بيشعر فيه المريض؟ هل في شيء بيكون واضح مختلف عن أمراض أخرى؟ لأنه نحن بنعرف أغلب الأمراض العظمية بشكل عام الشخص بيحس بآلام بعد ما يكون وصل لمرحلة كتير متقدمة من المرض. هل هذا الشيء كمان مع هذا النوع من المرض أو لا، مؤشراته مختلفة؟ هلا بالنسبة للأعراض، هي الأعراض بتختلف حسب منطقة الإصابة. يعني إصابة سواء مفصل الورك أو الركبة بتكون الأعراض خفيفة بالمراحل الأولى، تدريجية، ألم مانو مفسر بيساوي لنا ألم، هذا الألم ممكن يزداد خلال صعود الأدراج أو الانحناء نحو الأمام، أو يصير عندي تحدث بالحركة المفصل. هذا الألم بالورك غالبا بيكون بالمنطقة الأمامية أمام الورك وليس على الجانب أو الخلف، بالركبة بيكون أمام الركبة، بالمعصم مثلا العظم الهلالي بيكون أمام الرسغ. فرق بينه وبين شيء ثاني؟ طبعا طبعا، نحن مكان الألم وتوضعه وانتشاره وبدايته بيعطينا مؤشرات للحالة اللي نحن بدنا نتجه عليها. هلا كل ما تقدم المرض بمراحله الستة، كل ما انه الاعراض وخاصة الالم بالذات شدة، ممكن يصير عندنا تحدد ببعض الحركات مثلا بالورك، الدوران الداخلي هو اول شيء انه تلاقيه هو عم يفتر رجله نحو الداخل انه ما بيقدر، بيصير في الم، ممكن يصير عنده تحدد بالحركة انه ما عم يقدر يساوي حركة بشكل جيد. بالركبة إصابات النخرة العظمية بالركبة ممكن يساوي لي انصباب باعتباره مفصل سطحي، سواء الركبة أو المرفق ممكن يساوي لي انصباب أو فرقعة عظمية أو طقة عظمية. هي من العلامات اللي بتساوي لنا هالنقطة. هلا عند الأطفال داء كوهلر بالقدم العظم الزورقي بالإضافة للألم ممكن يساوي لنا تورم، ممكن يساوي لنا احمرار بالجلد، حتى ممكن يشك انه هي حاله التهابيه. هي لا، هي عباره عن نخره بتصيب العظم الزورقي بالقدم. فهي تقريبا معظم الاعراض اللي بيعاني منها المريض. دكتور، لنفترض انه الشخص تاخر بالعلاج من هذا المرض او اتضح فجاه معه انه هو عنده نخر لا وعائي بالعظم، شو هي عوامل الخطوره يلي ممكن تظهر عند هذا الشخص؟ لوين ممكن توصل الخطوره عنده؟ طيب هلا الاشخاص اللي انصابوا بالنخره العظميه مثل ما حكينا انه هي بتمر بمراحل مراحل. يعني بالبدايه الشكل الشعاعي للمفصل طبيعي، ما في عنده اي تغيرات، وانما نحن الاعراض السريريه وقت بنتوجه لهذا الشيء نحن بنروح لنساوي رديم مغناطيسي MRI، فهو حساس جدا ليكشف لي النخره بالمراحل الاولى اللي بيكون عندي وزمه داخل النقي. انا هون بشك انه في عندي بمنطقه محدده طبعا بمفصل محدد، بشك انه هون صار في يعني ممكن تكون بدايه النخره. اذا تم اهمال هي العوارض دكتور لوين ممكن توصل؟ حتطور لمراحل ثانيه. المرحله الثانيه بصير عندي تصلب بالعظم او افات كيسيه داخل العظم بتاشر لي. المرحله الثالثه بيصير عندي كسر تحت الغضروف او انهدام، بدايه انهدام للسطح المفصلي. يعني هون انا دخلت بالمرحله المتوسطه اللي هون انا مشعر خضر بقى صار عندي، انه اذا صار في كسر تحت الغضروف وانهدم السطح المفصلي معناته انه المفصل رح يتطور لالتهاب مفصل تنكس وبتشوه راس المفصل، خاصه بمفصل الكتف او مفصل الورك، راس المفصل بصير مسطح
العظام الصغيرة كمان بتصير مسطحة ومشوهة ومتصلبة. نهاية هالشيء هذا بيوصلني لالتهاب مفصل تنكسي، يعني تخرب المفصل. هون بقى بدنا ندخل بإجراءات مختلفة تماما. هل في تحاليل معينة بتساعد؟ حضرتك كنت عم تشرح لنا فكرة مهمة إنه التصوير الشعاعي ما بيبين بأوله أن النخر، لكن الألم بيكون هو الدلالة عنكم. هل في تحاليل معينة يعني أكثر عمقاً أكثر من التحليل الشعاعي أو التصوير الشعاعي؟ طبعاً يعني النخرة العظمية هي غالباً تشخيصها شعاعي. وبدنا نبحث عن شو سبب النخرة العظمية. وقت منشك إنه في سبب مستبطن، يعني هي عبارة عن إصابة ثانوية لمرض معين، مثلاً المريض بياخد كورتيزون سواء حب أو أبر، أو عنده مرض داخلي هو بيعطي فرض كورتيزون الدم من الغدة فوق الكلية اللي بنسميها الغدة الكظرية. فنحن بدنا نطلب تحاليل خاصة لنشوف إنه مستوى الكورتيزون بالدم شو له. المريض اللي عنده مثلا التهاب مفاصل رسواني وصار عنده خاصة بمفصل الورك أو أي إصابة التهابية بمفصل الورك، مفصل الورك كتير حساس، أي انصباب يعني كمية صغيرة من السائل داخل المفصل ممكن تعرض الأوعية الدموية اللي بتغذي رأس الفخذ لخطورة أنه تنضغط أو تنسد، وبالتالي ممكن يعرضني للخرجة. فشيء طبيعي أنا أشوف أنه هل هي في إصابة رسوانية أدت له ساوت لي هالمشكلة هي نتيجة الانصباب أو ما شابه ذلك، هي غالبا معظم. وإنما هو التشخيص غالبا شعاعي. صور البسيطة العادية، صور العادية بالبداية بيكون ما في شيء، حكينا نلجأ للرنين المغناطيسي أو عن طريق الومضان العظمي أو الطبقي المحوري سيت سكان كرمال نشوف امتداد الإصابة أو امتداد الأذية خاصة بمفصل الركبة. طيب دكتور، ذكرنا بالبداية أنه في أدوية محددة لتسبب الإصابة بهذا المرض، فينا نحن نذكر أو نتذكر هاي الأدوية شو ممكن تكون؟ الدواء الأساسي هو الكورتيزون سواء حب أو عن طريق الإبر. بالنسبة للمرضى اللي عندهم ربو أو عندهم فرط حساسية أو عندهم صارت حالة التهابية وعكة معينة قريب، بيروح مثلاً عند الصيدلي بياخد إبرة كورتيزون مع مسكن أو بياخد مثلاً دواء كورتيزون، بتلاقيه بيرتاح بسرعة من الأعراض، وإنما قد يوقع بمشكلات تنخر. هلأ ما بدنا نخوف العالم كثير لأنه في أشخاص لذلك يفضل دائماً استشارة الطبيب، ما تاخد أي دواء لحالك. يعني الكورتيزون هو سلاح ذو حدين، بريحك بس ممكن إذا ما انعطى بجرعة نظامية فترة محددة ممكن يساوي لي مشاكل. فلذلك يفضل بكل حالة استشارة الطبيب. طيب دكتور، حكينا عن كتير تفاصيل، خلينا نبلش بالشيء اللي يمكن الكل ناطره، مراحل العلاج. هل له مراحل معينة؟ إمتى ممكن يكون فيه تدخل جراحي أو لا هو علاجه لا يحتاج للجراحة؟ هلا بالنسبة للعلاج هو بشكل عام للنخرة العظمية، العلاج أول شيء بدنا نحن نستكشف السبب يلي أدى للنخرة العظمية وتدبير هذا السبب، سواء في مشكلة غدية أو في مشكلة بالكلية أو في عنده التهاب مفاصل أو في مثلا أورام سرطانية دموية أو أي حالة من العوامل أو الأسباب اللي حكينا عنها. والمراقبة خاصة بالنسبة للإصابات اللي بتصيب مثلا الرسغ أو القدم، هي عملية رياحة مع مضادات التهاب غير السترويدية كمسكنات، وممكن نحن نستخدم جبائر داعمة سواء للرسغ أو القدم أو الركبة لتخفيف الآلام. هلأ المعالجة غير السبب، أنه نحن ندير بالنا على السبب، هذا بيعتمد على المرحلة. بالمراحل الأولى تختلف من مفصل لمفصل، يعني مفصل الورك بيختلف طريقة علاجه عن مفصل الركبة، بيختلف طريقة علاجه عن مفصل الكتف، بيختلف عن المعصب، بيعتصب عن القدم، النخرة العظمية اللي بتصيب المناطق هاي. بمفصل الورك بالمراحل الأولى أي حادث رضي أو حالة التهابية بتصيب مفصل الورك يفضل أنه نحن نساوي بزل للمفصل لتخفيف الضغط على الأوعية الشعرية يلي بتعطي أو الأوعية الدموية يلي بتروي المفصل. في مواد محددة بالمراحل الأولى ممكن نعطي أدوية البايفسفونات،
هي بتثبط الخلايا اللي بتكسر العضو، بنفس الوقت ممكن الدراسات الجديده انه بتعطيني فائده بالنخره العظميه بالمراحل الاولى يلي قبل ما يصير انهدام سطح مفصلي، قبل ما تكون الآفة كبيرة. في المواد اللي بتعدل الكوليسترول، مواد المعدل للكوليسترول، بعض الدراسات قالت انه ممكن تفيد ببداية النخرة العظمية بمفصل الورك حصرا. هلا وقت بتتطور لمرحلة ثانية او ثالثة ممكن نحن نساوي ندخل بقى بالتدخل الجراحي بالنسبة لمفصل الورك، يلي هو ممكن إزالة الضغط أو المعروفة عن طريق التثقيب. ممكن هذا التثقيب نضيف له طعم عظمي أو بدون طعم عظمي. وحاليا في تقنيات جديدة إنه بإزالة الضغط عن طريق التثقيب ممكن نحن نساوي حقن بالخلايا الجذعية أو البلازما غنية الصفيحات أو الشحوم اللي هي بتعطي بحاول إعادة تجدد العضو، بنفس الوقت تخفيف الضغط أو التثقيب بيريح كثير من الألم نتيجة أنه أنا خففت الضغط اللي داخل الألم. بالمراحل المتقدمة أنا صار عندي انهدام للسطح المفصلي وتنكس للمفصل، هون بقى أنا بدخل بإما إذا الآفة يعني متوسط الحجم على الرنين المغناطيسي بخزع عظم وبحاول غير اتجاه المفصل لخفف الضغط عليه، أو بروح لموضوع تصنيع المفصل مركب مفصل صناعي، طبعا حسب العمر نحن بنختار نوع المفصل أو ما شابه ذلك. هلا بالنسبة للركبة، في حالة من تنخر العظام هي مسمية تنخر النخرة العظمية بالركبة عفوية المنشأ، حالة بتزول لحالها بمنطقة باللقمة بالجهة الأنسية أو اللقمة الأنسية للفخذ يعني الجهة الداخلية للركبة بشكل هلالي بيساوي ألم وانصباب. هي الحالة مجرد شوية مسكنات ومجرد الرياحة وتخفيف نشاط ممكن تزول لحالها، بينما الحالات الثانوية بمفصل الركبة بالذات ممكن يساوي لي أكثر من منطقة، ممكن تكون داخل مشاش العضو أو داخل المفصل، أو ممكن تكون بجزء المتاخي من المشاش اللي بسميه كردوس العظم اللي فوق المشاش تماما يعني خارج المفصل. هي الحالات بالركبة قد تكون متعددة، يعني ما نقفة صغيرة واحدة، ممكن تكون 2-3-4 عدة مناطق تصاب بالنسبة للركبة. وقت نحن بنشوف انه الأعراض ما تحسنت على الراحة والآفة عم تكبر وعم تنتشر، هون نحن بندخل بقى بطرق جراحية، إما عن طريق خزع عظم إذا كان في عندي سوء تمحور بالمفصل، أو بندخل لمفاصل جزئية سواء لحجرة واحدة بمفصل الركبة يعني المفاصل واحدة الحجرة المنطقة المصابة أو مفصل ركبة كامل. الكتف نفس المبادئ تقريبا. إذا بنروح نحن على المعصم يلي هو داء كيمبو، علاجه بالمراحل الأولى بس مجرد راحة وتخفيف النشاط، الحركات اللي بيساوي إجهاد على المفصل أو دورانية أو عطف أو بسط بالأعمال الجهدية، هي نحن بنحط شبيرة مع مضادات التهاب غير السرية ومسكنة ممكن تتراجع الحالة ويرجع العظم للنشاط. بالمراحل المتقدمة من هي الإصابة ممكن ندخل بقى بالحالات الجراحية ما بين مثلا خزع للعظم أو تقصير عظم الزند، أو ممكن ندخل بقى بتثبيت جزئي لعظام الرسغ أو تثبيت كامل أو اللي مسميه الإيساق. بالنسبة للقدم اللي هو داء كوهلر عند الأطفال حكينا بصير بين 5-7 سنوات، غالبا العلاج يعني من دون جراحة، حالة بتصير عند الأطفال مجرد شوية مسكنات شوية قالب جبسي لراحة القدم، وإنما هي الحالة عند الأطفال ممكن التحسن يصير بين يعني من 1-3 سنوات بالنسبة للإصابة. أمشاط القدم من النخرة العظمية بأمشاط القدم كمان على نفس المبدأ، علاجها بالبداية بالمراحل الأولى قبل ما ينتزع المفصل هو علاج تسكين، وقت المفصل بوصل لمرحلة معينة بصير علاج جراحي. طبعا بالختام دكتور بنتمنى السلامة للجميع أكيد، ويرجى الانتباه لما بياخذوا أهم شيء الكورتيزون أكيد. وبنتشكرك دكتور خالد، أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيكم، شكرا لك ولكل المعلومات القيمة اللي عطتنا إياها دكتور، شكرا لك. شكرا.